السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة الآخر وخلاص، معكم محمد نور الدين. خلينا نتكلم عن ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز وترتيب الهدافين بعد مباراتي اليوم. المقاولين العرب اليوم طبعا الخميس 22/4/2021، المقاولين العرب فاز على وادي دجلة 1-0 مباراة في الجولة 19، والهدف جه في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضعف في الشوط الثاني عن طريق أحمد الشيمي في الدقيقة 94. والزمالك فاز على الانتاج الحربي، او الانتاج الحربي خسر على ملعبه امام الزمالك 0-2. احرز هدفي الزمالك من ضربه جزاء اشرف بن شرقي في الدقيقه 22 وحميد احداد في الدقيقه 40. المباراه شهدت حاله طرد لمحمد عبد الغني في الدقيقه 51، ومحمد طلعت تم طرده في الدقيقه 81. ده محمد طلعت من جانب الانتاج الحربي ومحمد عبد الغني من جانب الزمالك. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز، ثم نتعرف على ترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم. متابعينا الكرام، متصدر ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز في المركز الاول الزمالك برصيد 36 نقطه من 16 مباراه. الاهلي في المركز الثاني ب 30 نقطه من 13 مباراه. المصري البورسعيدي على المركز الثالث برصيد 29 نقطه من 18 مباراه. الاتحاد السكندري المركز الرابع ب 28 نقطه من 17 مباراه. السموحه في المركز الخامس ب 27 نقطه من 18 مباراه. بعد كده بيراميدز في المركز السادس ب 27 نقطة من 17 مباراة، مصر المقصر المركز السابع ب 26 نقطة من 17 مباراة، سيراميكا كليوباترا المركز الثامن ب 25 نقطة، انبي المركز التاسع ب 24 نقطة، الجونة المركز العاشر ب 24 نقطة، غزل المحل المركز الحادي عشر ب 24 نقطة، أسوان المركز الثاني عشر ب 20 نقطة، المقاولين العربي المركز الثالث عشر ب 18 نقطة، طلائع الجيش المركز الرابع عشر ب 17 نقطة، وادي دجلة المركز الخامس عشر ب 16 نقطة. البنك الاهلي في المركز السادس عشر ب 14 نقطة، الاسماعيلي المركز السابع عشر ب 14 نقطة، والانتاج الحربي المركز الثامن عشر والاخير ب 12 نقطة. متابعينا الكرام، متصدر هداف الدوري المصري الممتاز المركز الاول حسام حسن لاعب سموحة برصيد 9 اهداف. في المركز الاول ايضا احمد سامر لاعب طلائع الجيش، وفي المركز الثاني عمر كمال لاعب طلائع الجيش عمر كمال لاعب مصر بورسعيدي 8 اهداف. في المركز الثالث يوسف اوباما لاعب الزمالك ب7 اهداف، يتساوى مع احمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا. وفي المركز الرابع اشرف بن شرقي لاعب الزمالك ب6 اهداف، ومحمد شريف لاعب الاهلي، ورمضان صبحي لاعب بيراميدز، وتشيمنز بكيلي لاعب مصر المقصه، وعمرو جمال لاعب طلائع الجيش، ورزاق سيسي لاعب الاتحاد السكندري، وشريف عادل لاعب سيراميكا كليوباترا. كان معكم محمد نور الدين من قناه اخر الخلاصه. اشترك في القناه، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.